ورجعنا لكم تاني، وزي ما شايفين عندنا وجبة فنية راقية جدا جدا جدا. دايما هنحب نجمع كده، نحب نجمع حبيب. الحبايب ونحب نجمع الشخصيات ونقعد كده مع بعض كده، بس مش أي شخصيات. أول ضيفة، وأول هي مش ضيفة الحقيقة، هي يعني صاحبة بيت، لأن هي أولا يعني اسم كبير ومهم جدا جدا من عائلة فنية وعائلة كبيرة جدا، طبعا العظيم عمر الحريري. وهي بعد يمكن فترة قررت ان هي تمارس وتحقق حلمها اللي فضلت اكيد اكيد عينها عليه، وتميزت جدا وشفناها في اكتر من عمل، ما بين ليالي جيني، قصر النيل، خيانة عهد، وغيرها من الاعمال المتميزة جدا بعيون ما ينفعش تخطئها، لان العيون دي معروفة طالعة من الكتالوج والله. الفنانة الجميلة وضيفتنا الاستاذة ميرات الحريري، منورانا. اهلا وسهلا، منورانا. دينا آية، انتوا حبايبي طبعا، حبيبتي فعلا طبعا، انتوا حبايبي جدا يعني طبعا طبعا. وانا متشكره طبعا على المقدمه دي، بس انا ما كنتش في ليالي اوجوني، انا كنت في قصر النيل. مين بقى قال لي المعلومه دي؟ هقول لك بعدين. المهم اما بقى عن ضيفنا التاني، زي ما سمعتوا كده حاجه كده، يعني مش عايز اقول من الحاجات اللي هي بتاعت الزمن الجميل والكلام ده، عشان الزمن هيفضل دايما جميل طول ما في فنانين راقيين زي ضيفنا النهارده. استاذ جامعي لكن حقق برضه شغفه وحقق حلمه، واعتقد ان ده مهم جدا 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 نعرف ازاي. بيقولوا صوته بيفكرهم شويه او بيفكرنا بعبد الوهاب. قوي. حقيقي ولا لا؟ قوي. هنشوف بقى هنا العينه باينه، ونهارده هيسمعنا الحان وهيحكي لنا كمان حكاياته وحكايته مع الموسيقى. برحب جدا جدا بالدكتور عبد الحميد يحيى، وهو استاذ جامعي وايضا فنان موسيقي وعوده نورنا. الجميل الماستر بيس برضه الواحد. منورنا يا فندم. اهلا بيك يا فندم، ومرحبا، شرف كبير وسعاده لقائي بكم ولقائي بالأستاذة الفنانة القديرة ابنة الرائد. بلاش قديرة، ما تكبرهاش كده، عشان عندنا القديرة لازم تبقى كبيرة على طول. كفاية انها تربت في بيت رائد من رواد الفن الأصيل الراقي. الله. ما رأيت الفنان الكبير عمر الحريري في دور إلا وأحسست برقيه، راقي. وحضرتك راقي، ولا كفايه اللغه العربيه الفصحى دي اللي بقى نفسي اتعلمها والله من حضرتك. ايه الحلاوه دي؟ طبعا هي بس موضوع فنانه قديره دي، الفنان القدير او الاستاذ او الاستاذه دول يعني عدوا بمراحل كتيره جدا. انا بحبي، انا ما رحتش لاي مرحله لسه، فقديرة دي مش عندي يعني، اتمنى اكون هذا يوم من الايام. طيب مش في الوراثه؟ محدش طبعا ورثه الفن من فنان قدير. ايوه خلاص، قديره بالوراثه. سؤالي انك انت بتتعاملي، انا حاسه كده مش عارفه ليه، ان الفن ده هوايه. ايوه. ولايك دريم كيم ترو، يعني حاجه حلم كنت بتحلمي بيه وتحقق. فاللي بيبقى عنده حلم وبيحققه وبيعتبر مهنته مش مهنه، هي هوايه، هو ده اللي بيحس الاحساس ده. صحيح. صح ولا غلط؟ اولا هي بجانب انها اصله التمثيل مش هوايه، هي لازم يكون فيها حته موهبه طبعا واحتراف طبعا طبعا، ونتعلم زي ما عمر الحريري طلب مني، ان انت لو عايزه تمارسي اي حاجه في الفن، لان انا كنت زمان قوي عايزه ابقى يا مخرجه يا مصوره. كانش في دماغي خالص قصه التمثيل دي، بس كنت لازم بالعينين دي صعب. صحيح. يعني مش عارفه ازاي تعمليها ازاي دي، مش عارفه. فقال لي ادخلي المعهد، فانا كنت اتجوزت وعشت في اسكندريه، وما كانش ينفع، ما كانش في معهد دلوقتي فيه، لكن زمان ما كانش فيه، فكان هيبقى صعب. وخلاص سبت الموضوع. انا الموضوع داخلاه مش بس هوايه، هو حب. انا حابه الموضوع قد ما هو مرهق، قد ما هو النتيجه لما بتطلع بتحسي ايه ده، في طاقه طلعت، في حاجه في حاجه، في شغف معين، في تحقيق حلم وتحقيق هدف. لانه انا بعتبر ان اتس نيفر تو ليت، يعني لا اتس نيفر تو ليت، حاجه اسمها تو ليت. انا بدات التمثيل انا عندي 58 سنه. ربنا يديك الصحه وما تقوليش بصي ما تقوليش الحاجات دي، لا ما بنتعاملش في الارقام دي، محدش هيضحك علينا في الاستوديو. ما عنديش مشكله، لا انا ما عنديش مشكله. فلما بداته بالعكس، انا بشوف ان التمثيل بالتحديد محتاج خبرات.
خبرات حياتيه حياتيه طبعا. علشان تقدري تستدعي الشخصيه اللي هتقدميها المشاعر، فبتشوفي نماذج كتير في الحياه والحمد لله انا كنت هذه السفنجه من غير ما اقصد يعني انا ما قصدتش. زي ما دكتور عبد الحميد قال ان فكره ان انت متربيه اساسا في بيت متشربه ده وفي الجينات. لا ده انا عندي بقيه بقى وده مش بس عمر الحريري هو في بقيه، في خال والدتي يبقى زكي رستم. ايه ده؟ كفايه من ناحيتين خلاص خلاص. دكتور عبد الحميد عنده دلوقتي ستار كراش خلاص. وابن عمه والدتي يبقى الاستاذ جميل راتب. ايه ده؟ دي اكاديميه اكاديميه فعلا. وبنت خال والدتي الاعلاميه العظيمه ربنا يديها الصحه استاذه ليلى رستم. ايوه طبعا ما شاء الله. في حصار فني ابداعي. وبنت خاله والدتي بقى ماجده الخطيب. ايه ده في ايه؟ ما شاء الله حاجه ما شاء الله. طب دكتور حضرتك ايه حكايه يعني انا عارف حلمك بقى يعني مشيت في الكارير بتاعك او مشوارك المهني وحضرتك بدات استاذ جامعي وكل الحاجات والمزيكا دايما على جنب كده موجود، ايه اللي حصل؟ يعني زي ما انا هكمل كلام ريت هانم، البيت الاسره، احنا عيله والدي عيله كروان. اوكي. وكان جده الاكبر شيخ مقراءة الإمام الحسين ما شاء الله، وكان أستاذا للشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت، كانوا تلامذته الاثنين. ويشاء العلي القدير أن يكون في كل جيل من أجيال العائلة صوت حلو حلو. فجه في الجيل الأول بعد الجد الأكبر عم والدي محمود بيه حمدي كروان، كان مفتش عام التعليم التجاري والصناعي، حتة تانية خالص طبعا، مجال تاني برضو. يعني هواية بقى الفن. كان صديقا لداود حسني ومحمد عثمان ده فن وثقافة يعني. نعم. اصله زمان كمان انتقل كان الصوت حاجة اسمها مجال الثقافية. نعم يا نعم هذا انتقل الصوت الى الجيل والدي، فكان والدي رحمة الله عليه وهو مهندس ميكانيكا ملوش علاقة برضو بالفن. نعم لكن كان ما كانش بيغني، كان بيتذوق الاغاني، ولكن صوته كان في القرآن حاجة، وانا تعلمت منه القرآن ودرسته، كان صوته جميل جدا في القرآن. جاء الجيل اللي أنا بقى يعني بنتمي إليه، فجاءت المسألة عندي. ثم انتقلت إلى ابن أخوي. حلو. مطرب وغني ولحن. فدي سلسلة. الخال بقى. خالي عليه رحمة الله عازف كمان من العازفين المهرة. وكان صديق شخصي للأستاذ الفنان الكبير عز الدين حسني، شقيق فنانة الكبيرة نجات طبعا وسعاد حسني ومرحومة سعادة وأختهم صباح. فكانوا علاقتهم علاقة أسرية معانا، كانوا بيجونا، فطلعت في بيت فني برضو. أنا كان عندي الجينات برضو موجود. والله الجينات موجودة، لكن الخال تبنى هذه الموهبة التي أجلها الوالد عشان الدراسه. شوف بقى المعادله هنا يا دينا هاني. طبعا يعني احتواها الخال، والخال والد امريت هاني طبعا وصقلها بتؤده. عايز طب ما توريها لنا. حاضر. وتسمعنا كده. انا العود انا بحب العود قوي، فانا طربت للعود مش اللي كمان. ده لحضرتك ايه يا فندم؟ طربت للعود وليس للكمان. ايوه فاخدت العود ويعني ابتديت بقى امشي في مع الجامعه. طبعا لا بعد ما خلصت بكالوريوس. ماشي. الشرط الاساسي من الوالد كان الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها، الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها، ياللي بدعتوا الفنون وفي ايدكوا اسرارها، ياللي بدعتوا الفنون
وفي ايدكو اسرارها، دنيا الفنون دي جميل وانتو انوارها، والفن لحن القلوب يلعب باوتارها، والفن دنيا جميله وانتو انوارها. الله الله الله، من الروائع. استاذه ميرت، حاسه انه في حاجه فاتتك في الوقت اللي انت يعني ما كنتيش باصه فيه على الجزء ده منك؟ لا، لانه انا حققت حاجه انا بحبها وهي اني اكون ام، فحققتها واتقنتها. و حضرتك ما كنتيش بتشتغلي خالص؟ لا، ازاي كنت بتشتغلي؟ طبعا موظفه. ايوه. كنت بتعاني وانت بتشتغلي حاجه تانية يا ميرت؟ بصي، انا البدايه لما كانوا الاولاد صغيرين كنت بشتغل في المبيعات، فكان وقتي حر. اوكي. فلما بداوا يكبروا بقى وخلاص بقوا شباب يعني، بدات بقى ابقى موظفه بمواعيد بكده. لكن في طفولتهم كنت مفضله ان انا اكون فريلانسر، يعني اوكي ان انا اكون ملك الوقت ملكي. امال القرار خدتيه امتى وازاي؟ القرار اخدته الاول خالص، انا ما كنتش عايزه اشتغل ممثله. اوكي. وطبعا ما ينفعش بقى في السن الكبير اني ابقى مخرجه او مصوره، لانه ما فيش دراسات اكاديميه يعني. للسن ده. فقررت اشتغل مذيعه. الله، ايه ده بجد؟ زميله ذاتي؟ زميله طلعت طبعا. ودخلت عملت دبلومه اعلام، وكانوا اللي بيدرسوا لي الاستاذه العظيمه ايناس جوهر. طبعا درست لي اذاعه، والاستاذ الكبير رحمه الله عليه وصديقي وابويا الثاني يعني الاستاذ سمير صبري درس لي اعلام تلفزيوني. وبدات بقى وعملت برنامج، عملت الفورمات بتاعته، برنامج اذاعي، وعملت الفورمات بتاعته، وبدات بقى عشان اسوق هذا البرنامج يعني. وكانت لسه بقى بادئه بقى القنوات المتخصصه في الاذاعه، النجوم يعني القنوات دي. فبدات عشان ابيع بقى البرنامج ده، حقي يعني، انا اللي عامله الفكره بتاعته يعني، حقوقي يعني. قمت الصبح للاسف لقيت عندي كانسر. يا الله. في يوم من الايام في 2018 اكتشفت ان انا مريضه كانسر او سرطان يعني. وبدات مشوار العلاج الطبيعي، عمليه وعلاج وكيماوي وراديشن. الاثناء بقى بتاعت الكيماوي دي انا مش عايزه ادخل بقى في المود، انا ست محبه للحياه. لا، مش محبه للحياه، بس انا راضيه باللي ربنا يديهولي يعني. ده ملوش علاقه بان انا محبه بالحياه ولا، انا عندي رضا الحمد لله. فبس مش عايزه، لان احنا بني ادمين مهما كنت راضيه احنا في الاخر بني ادمين يعني. فمش عايزه ادخل في المود بقى بتاع المرض والحاجات دي. فقلت طيب، انا البرنامج بتاعي فيه فكره كده ان انا هعمل مشهد تمثيلي يعني، الانترو بتاعه كده. فانا ما بعرفش امثل، فقلت طيب خشي بقى ورش تمثيل واديكي ايه، بتعالجي نفسك. ان انا بدخل في شخصيات تانية صح، وفي نفس الوقت اتعلم التمثيل عشان اعرف اعمل برنامج. قصة مختلفة خالص نهائي يعني. انت اقدار يا فندم. اقدار. فدخلت بقى اول ورشة بالدكتور حسام داغر، وبعدين بعد كده دخلت ورشة النقابة عشان انا بحب امشي شرعي، فعلشان التصريح والحاجات طبعا. بس كان اول عمل ايه؟ كان اول عمل وخلاص انتهى بقى البرنامج الاذاعي. لا خلاص اتنسى بقى. دخلنا ده وقع في الوضع باي خالص. راح في الوضع. اول عمل ايه بقى؟ اول عمل كان انا كنت في يوميها، انا فاكره كويس جدا، كنت في المحاضره بتاعت ورشه النقابه. فجالي تليفون فرديت، كنا في بريك، فقالوا لي انت مترشحه تبقي معانا في فيلم الاستاذ وحيد حامد. فقلت حلو. طب فيلم ايه ده بقى؟ مهم يعني. فانا ما اعرفش. فروحت قابلت المساعد الاول الاستاذ مروان حامد. فيلم الاستاذ مروان حامد سوري. اخراجه يعني. وعملت الاوديشن واتقابلت ورحت صورت.
وصورت فتره طويله يعني، كان عندي تقريبا هي اربع جمل في اربع سيكونس. وبعدين جه الفيلم اتعرض ما لقيتنيش. اتشال. بصي ده طبيعي بيحصل. طبعا لا لا لا. التجربه اللي انا مريت بيها يعني مش مهم بقى خالص. طلعت فين راحت فين الحاجه. لا واول عمل تعمليه مع مروان حامد لا ده والاستاذ كريم عبد العزيز. طيب في للاسف اثنين. برافو. واو. بس التجربه التجربه طبعا التجربه انا ولا فارق طلعت نزلت خالص. طب بمناسبه التجربه يا استاذ عبد الحميد، حضرتك يعني مدرك انه السوشيال ميديا كانت مقلوبه على حضرتك من حوالي اسبوعين كده، وانه فيديوهات حضرتك انتشرت جدا. مفاجاه فعلا يعني، لان انا السهره دي كانت في اتيليه فني مجموعه من الشباب، وكان اللي بيعزف معايا العود تلميذي وابني الروحي الفنان المهندس محمد سامي، وهو سوليست في الاوبرا. فقال انا عاوز اسمع منك حته كده من عبد الوهاب. قلبي بيقول لي كلام يا محمد، الساعه 12 هنروح. قال لي معلش عشان خاطر. قعدنا جنب بعض كده جنب الباب وتصورت وقلت له وخلاص. لقيت الدنيا اتقلبت. الكلام لا مش يعني ما تسجلتش دلوقتي، ده كان من اربع اشهر خمس اشهر في الشتاء. فصاحب الاتيليه قاعد بيقلب في الفيديوهات اللي عنده فلقى الفيديو ده، فراح مشيرني بس كده خلاص. وتوقع وعنها توقع انه سينتشر. توقع. طب ما تسمعها لنا. حاضر. هي على فكره الناس ذوقها ما هبطش. لا ما هبطش. لا بيدوروا على الحلو. انا مبسوط جدا زي ما من حاجه يعني. والله برافو عليك. والله يعني دوروا كده ينقبوا. انا اللي اسعدني في الموضوع ده كله مش عشان انتشر. انا يعني 78 سنه الحمد لله. وبعدين يعني انا من طبعي عزوف. يعني الـ ما بجريش ورا ان انا شهره او حاجه. يعني الحمد لله يعني كان املي في حياتي الـ الاولى يعني بعد ما خلصت البكالوريوس ان انا ابقى معيد في الكليه. ايوه. وادرس. ايوه. فلم تشا الظروف وتعينت في وزاره الاقتصاد والتجاره الخارجيه باحث، ونقلت من وزاره الاقتصاد سنه 75 الى رئاسه مجلس الوزراء. العمل في رئاسه مجلس الوزراء له طابع خاص وبروتوكول خاص، ممنوع ان انا انتاج هذا النهج يعني من الهوايه. فاقتصرت الهوايه على العائله والاصدقاء واحنا في حميميه طبعا يسعدني حظنا سعيد. لكن بعد ما طلعت المعاش انطلقت بقى في انطلق خدت دراساتي ما شاء الله. لا يعني حاجه جميل جميل ما شاء الله. قلبي بيقول لي كلام وانت وانت بتقول لي كلام، وانا يا شايفه كلام والناس والناس بيقولوا كلام. الناس بيقول لي قلبي بيقول لي كلام وانت وانت بتقول لي كلام، وانا يا شايفه كلام والناس والناس بيقولوا كلام. احترت اصدق مين واحترت اكذب مين، احترت اصدق مين واحترت اكذب مين. قلبي بيقول قلبي بيقول لي انت بتحلف لي انك ليا وعنك بتكذب حلف، انا بيخبوا ويداروا عليا وكلامهم مش زي كلامك. انت بتحلف لي انك ليا وعنك بتكذب حلف، انا بيخبوا ويداروا عليا وكلامهم مش زي كلامك. احترت انا بين قلبي وبينك والحيره عذاب، معرفش الصادق مين فيهم ومين الكذاب. قلبي بيقول لي
كلام وانت وانت بتقول لي كلام وانا يا شايفه كلام والناس والناس بيقولوا كلام احترت اصدق مين واحترت اكذب مين احترت اصدق مين واحترت اكذب مين قلبي بيقول لي قلبي قلبي بيقول الله انا عبد الوهاب عنده هو انا بس يعني سؤال نفسي الاقي له اجابه الناس دي كانت بتجيب ده منين كلام حقيقة. والالحان على فكره ده متعه متعه ظروف الحياه لم طبعا. تختلف ده انا كان هقولك انه الدنيا كانت حلوه لا ما كانتش حلوه على فكره يعني وكان فيها مشاكل ازاي بس بقى مش زي دلوقتي الدنيا لا والله مش زي دلوقتي لا والله كل زمن وله مشاكل يعني تاريخ محمد عبد الوهاب انا قابلته مره واحده عند احد اقربائه يا بخت حضرتك يا بخت نعم بس كده وكان هو الـ 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 الباقي الوحيد من عيلته فروحت زوره كان ساكن جنبي وكلام ده كان سنه 1971 بالظبط فخلصت الزياره ونازل قال لي الاستاذ جاي قلت له الاستاذ مين قال الاستاذ عبد الوهاب طبعا انا بايت قاعد انا مريح فجيه الاستاذ عبد الوهاب عليه رحمه الله ودخل لابس طبعا الكوفيه فانا قمت سلمت عليه وقلت له يا استاذ انا يعني مش مصدق نفسي ان انا ايدي لمست ايدك وان انا شرفت بلقائك الله وهيبقى ده تاج على راسي طبعا الله يرد على قريبه بيقول له يا شحاته زميلك صوته جميل جدا في الكلام خلاص بس شكرا صوته بس انت ما غنتش لا بس مجرد الكلام مجرد بس حضرتك كمان فكرتني بسيد مكاوي سيد مكاوي ده حكايه لا انت فكرتني بيه في طريقه الغنى سيد مكاوي قال عنه عبد الوهاب انه ده سيد درويش عصر كان جميل حقيقي عمل الاغنيه الخفيفه الصغيره بالظبط كان يستطيع ان يلحن وغنى ببساطه غنى ببساطه ميرات عايزه اسالك حاجه انت شفتي العصر ده من خلال بابا طبعا ما انقلي لنا التجربه انقلي لنا هم كانوا ليه مختلفين اكيد انت تعرفي هم ليه كانوا مختلفين هل في اسلوب حياتهم ذكرياتك معاه هل تدل على الروقان ده على الفن الجميل ده ايوه هم بصي اولا كانوا نقدر نقول 95% من الجيل بتاع والدي يعني طبعًا. ما اعرفش طبعا اللي قبلهم لا لا على تجربتك معاه الجيل ده كانوا كلهم دفعه المعهد فكانوا زملاء قوي يعني سواء كانوا مع بعض في نفس الدفعه او لما كبروا بقى في دفعات لان انا والدي الدفعه الاولى أيوه. فكان في طلبه بقى هم مثلا في سنه ثالثه وطلبه في سنه اولى وسنه ثانيه وكده كانوا بيعملوا مشاريع مع بعض يعني اما بيعملوا مشروع طبعا بيبقى مسرح كانوا والمسرح ليه الارتباط بتاعه طبعا. شغف برضه ده ورشه ليه ارتباطه ايه الصور دي اللي قدامنا ده فرحي الله دي فرحي لما رحتي قلتي له يا بابا انا عايزه اتجوز كان عنده تحفظات معينه او كان عنده طلبات معينه في الراجل اللي هيتجوز بنته؟ لا خالص كان راجل لطيف وبسيط والدنيا حلوه كده؟ بحبه يا بابا فخلاص اتجوزيه كنتوا اكتر اصدقاء ولا امه يعني ابو او بنته؟ علاقتكم لا اصدقاء طبعا جدا اصدقاء طبعا جدا اصدقاء جدا انا جوزي بمناسبه الدكتور خليل الديواني انا جوزي اسمه حسن الديواني رحمه الله عليه يبقى ابن عمه ابن خاله الدكتور خليل الديواني اللي بيروح عنده الاستاذ عبد الحميد ايه ده الدنيا صغيره قوي ايه ده ايوه يا فندم ايه ده ايه ده من ارقى الصالونات الفنيه دكتور خليل بيلعب اله ما حدش يعرفها بزق وقانون واو احنا ليه ما بنحضرش الصالونات الصحفيه دي يا جماعه دكتور خليل تدعونا طيب الدكتور خليل ده دكتور اطفال ده والده الدكتور مصطفى الديواني ده كان اكبر طبعاً دكتور اطفال طبعاً في مصر طبعا سؤال قبل حضرتك كمريت هانم سنه كم سنه تقريبا دكتور خليل تقريبا يعني لانه كبير طبعاً. هو اكبر من زوجي الله يرحمه كان ابن خالته وابن عمه الكبار يعني احنا مش عايزين نخلص على فكره الذكريات والكلام مع الناس الحلوه الجميله عن الناس الحلوه الجميله الاثنين يعني مع بعض تنورتونا جدا جدا النهارده
وخليته كده حلقتنا ليها روح مختلفه راقيه شيك. تقولي تقدري تقولي شيك قوي 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 والله. انا محتاجه حد يقول لي يا هانم كده على طول. طبعا شيرين طبعا. لو قلت لي يا استاذ هانم ولا لينا انا هانم يا هانم اشهد. هتقولي ايه بقى؟ وانت كمان يا هشام على فكره ما تخرجش. ايوه على فكره على فكره انا بدرس ويعني كترينر بروفيشنال ترينر مدرب محترف في مجال الاداره من 54 سنه ما شاء الله. بتقول المتدربات يا هواني؟ بدخل المتدربات ايا كان سنهم يا هواني طبعا. يا الله سلام الشباب بس يا جماعه والله طبعا. والشباب بقول له يا بيه فلان بيه نورتونا الله الله والله الله رقي لغايه اخ هيكفينا لغايه فينا يا مرت هانم والله انا ليه جيتي ودينا هانم وشريف بيه والله ما بتريق. انتوا هوانم بيه وبهوات ده انتوا والله انتوا هوانم في رقيكم انتوا الرقي كله يعني ستظل هذه الحلقه حلوه قوي يعني في ذاكرتي الى اللي شرفنا يا دكتور والله شرفنا بكم وشرفت بلقاء يعني هذه القامه. ربنا يخليك انا اشكرك ده انا سعيده ان انا التقيت بحضرتك يعني تحياتي لكم وتمنياتي لكم بالتوفيق والتألق الدائم دايما. ربنا احنا قاعدين مع بعض شويه يا جماعه هم هيطلعوا فاصل بس احنا قاعدين مع بعض كده هيفضل يقول لي يا هانم طول الفقرات اللي جايه ده تنبيه ده مش طول الفقرات ده طول العمر هيبقى قرار خلاص قرار يا فندم نطلع فاصل سريع ونرجع تاني يلا يا بكر يا هانم